للنيل بنى الكهنة المصريون هياكلهم على النهر، والآن تصطلي الأعمدة في الشمس كالغاب النامي في مستنقعات النيل. هذه الأعمدة تزدهر ببراعم وأزهار اللوتس وتنطلق على شكل سعف النخيل ونبات النهر. يبني الكهنة الهياكل للنيل، ولكن حتى الكهنة لا يعرفون من أين يأتي النيل. لعل الواهب الأزلي بزغ من ينابيع الشمس حيثما توجد تلك الينابيع. وعلى أي حال، من مكان ما تحت البصر الملتهب لصقر السماء، حورس الذي عينه اليسرى القمر وعينه اليمنى الشمس، خلق إله الشمس وإله النهر حضارة الإنسان في وادي النيل. فرعون الملك الإله أمر الملايين من شعبه أن يعملوا جميعا. هنا ولدت أول دولة في العالم لتبقى أكثر من 3000 عام على ضفاف النهر تحت الشمس. إنه بعيد، لكن يداه تقدمان الحياة لكل الناس والدفء في كل مكان. بينما تصب فوق فرعون مياه النيل المجددة للحياة، حتى حيوانات مصر اتخذت رمزا لقوى الآلهة، وفرعون نفسه كان إلها أرضيا ولدته الشمس وتوجته القدرة. وكما كانت الأرض تبعث كل عام من النيل المتجدد، كذلك في الموت يرتفع فرعون من هرمه ليسبح إلى الأبد في نيل السماء. ولقد سيطر النيل على أرض الآلهة هذه التي امتدت 1000 ميل جنوبا حتى معبد أبو سمبل الهائل المنحوت في الجبل، حيث لا زال فرعون يقول: انظر إلى أعمالي يا من تدعي القوة. الإنسان يرهب الزمن، ولكن الزمن يرهب الأعراف. مصر شريط ضيق من الحياة في صحراء مترامية. النيل ليس مصدر كل الحياة فحسب، بل أيضا طريق النقل الكبير. فخلال الفيضان السنوي تحمل المياه الملايين من كتل الجرانيت من محاجر أسوان لبناء المدن والمعابد والمقابر، أول ما عرف في العالم من فن العمارة. هرم سقارة المدرج هو أقدم ما بقي من الأهرامات 80، وأكبرها هرم خوفو قرب العاصمة القديمة منف. وبعد 2000 عام أصبح بناء الأهرام طرازا عتيقا، وعلى بعد 300 ميل بنت الدولة المصرية الحديثة عاصمة جديدة في طيبة، مدينة لمليون مواطن نمت وازدهرت كمركز للعالم لمدة 1000 عام آخر. ولكن طيبة العظيمة لم تكن مدينة واحدة، بل مدينتين: مدينة الأحياء على الشاطئ الشرقي، ومدينة الأموات على الشاطئ الغربي، عبر النهر في طريق الشمس الغاربة. ولملايين المصريين كانت مدينة الموتى هي الأكثر أهمية. مدينة الموتى قبور تحت الأرض كالقصور، نحتت في الصخر وظلت آلاف السنين يطويها الظلام.
وعلى أساس من عقيدة الموت والبعث بني واحد من أعجب ما بنى الإنسان من عمائر، معبد أبو سمبل الهائل منحوتا في الصخر فوق النيل منذ أكثر من 3000 عام. كل مساء تمر الظلال تعبر وجه الأرض، ولكن بالنسبة للمصريين القدماء لم تكن الواجهة العظيمة لمعبد أبو سمبل هي الشيء المهم. إنما المهم المعبد السري المختبئ في قلب الجبل القائم على 8 تماثيل هائلة لصاحب المعبد، رمسيس الثاني في صورة أوزيريس إله الخصب والبعث، إله الفيضان العظيم. لا الشمس ولا النهر أسلما أسرارهما وجها لوجه. كان على فرعون أن يتركهما خلفه وينفذ عميقا في صمت الجبل، هو وحده يواجه الآلهة في الطرف الأقصى للمعبد ليتأمل السر النهائي لمصدر الحياة. في كل فجر تنتقل من الموت إلى الحياة تماثيل الإله أوزيريس، إله البعث، إله النيل الفياض. والإله أوزيريس يغمر مصر بضوئه الفياض ويمتزج تاجه بمياه النيل. لآلاف السنين كانت مصر تترقب فيضان النيل الذي كان يأتي كل عام في نفس الموعد، ثم لمدة 3 أشهر يتدفق من الصحراء، ولم يعرف أحد لماذا يفعل النهر ذلك وسط الصيف المحرق عندما تجف كل أنهار الأرض. لم يكف الناس عن أن يعجبوا عندما يجدون النيل كل عام ينتشر في كل ركن من أركان مصر مغطيا الأرض بالنتاج الخصيب للإله أوزيريس. موسم الفيضان عندما تعانق الأرض العطشة النهر الإله، إله الميلاد المتجدد، إله البعث، فيحول الصحراء الجباء إلى جنة خضراء. ذلك هو سر النيل كل عام. في مكان ما في قلب أفريقيا لابد أن توجد الحقيقة حول سر النيل. لمدة 5000 عام كان ارتفاع كل فيضان يقاس في عناية على مقاييس مثبتة على شواطئ النهر، وكانت سعادة الناس أو شقاؤهم يعتمدان على الفيضان السنوي، وأحيانا كان لا يأتي. لقد كتب على هذه الصخرة في أسوان: لمدة 7 سنوات لم يرتفع النيل، الحقول جافة، لا يدفن أحد جارة، والأطفال يبكون، ويعم مصر الهلاء. لكن عادة كانت هناك 3 أشهر من الرخاء، ثم 9 أشهر من الانتظار والعمل الشاق لرفع المياه للمزارع العالية. وتعاقبت 6000 عام قرنا بعد قرن من الفجر حتى الغروب، والفلاحون يعملون كعادتهم يرفعون مياه النيل بالشادوف إلى حقول النخيل والشعير والثوم والبصل. وكان رفع المياه المستمر يروي أرض مصر القديمة. ما كان من الممكن أن يوجد طعام أو معابد عظيمة أو مدن بدون الشادوف وعمل الفلاحين، فلا عجب أن حمل فرعون عصا الراعي ومدق الفلاح.